يوصل بصعوبة يخرجها للركنية. يا سلام ذهب عريب، يستعد يسدد كورة ويضيع. سلمي لبوسيليو يلعب، مازال دراوي يلعب، ارضية عريبي والدفاع خدمته كثيرا. كرة في الركنية، الدفاع يدخل ويخرج دراوي مرة ثانية، يدخل دراوي والدفاع من هذه المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا، وبكير في تنفيذ الركنية بيدو. اي 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 كانت راحت ركلة جزاء وبطاقة حمراء في وجه السوداني. يأذن بكير، يتقدم ويسدد بكير وسجلها، يسدد بكير وسجلها بقوة أمام قوس. شفت ركلات الجزاء عندما يضربها اللاعب بقوة، حتى ولو الحارس يرتمي في نفس الزاوية قد تمر، أقول قد. الآن وندال عفوا حاول يمر من أمام، ممتازة لبكير، ما تسلم، راي تسلل من بيو. لا يا راي عريبي، جول دراوي عريبي، جول بنيران صديقات. الجول الثاني يعوذ كريم عريبي، تضيع لركلة الجزاء ويضيف الهدف الثاني. لقبها وسلمي مازال عنده الكرة الآن، سلمي يرجع لبلخيت لمختار بلخيتر. الأولى كانت من دراوي عفريت كثير من الوقت بدل الضائع، كرة أخرى ضائعة لصالح عناصر القال، رجع مرة ثانية لمختار بلخيتر، بوسيل يطلبها كرة خطيرة أو نسخ. بلخيتر يبحث عن الكرة العالية، تسديدة من بلخيتر مرة وسط ميدان نادي جالاكسي بعد مرور 4 دقائق. لعب باروتي يرفع كرة ويقول الراسية، والجول الأول بروعة من هنالك من سيسيني تابانغ، يسجل الهدف الأول لنادي جالاكسي في الدقيقة 4 من انطلاقة الشوط الثاني. لذلك قلت لكم منذ حين يحاول مر عريبي، لم يلحق في هذه الكرة، في الحفاظ بالكرة، كرة عرضية، تغطية لفاكسي والانطلاقة بعيدة والتغطية من السخ، كرة بعيدة منه، تغطية دفاعية من بوشار لم يقدر. بوسيليو يواصل، بوسيليو خطيرة عرضية وعريبي، دراوي يرجع للخلف بالخيتر، اليمنى من هنالك بكير لبلخير لمختار بلخيتر، متسلل دراوي نسخ مرة ثانية، توزيع الكرة قصيرة والدفاع اللي حاول يمر بوسيليو، دخل بوسيليو والحساخ عرضية والدفاع يخرجها. ثم ما زالت على الخلف يلعبها مع دراوي، دراوي سلمي يفرج مع ناصر الشباب، الهدف الثالث لن يطول، كرة ملعوبة من دراوي. سيليو يفتح اللعب على الجهة اليسرى، بوسيليو البكير، بكير تصيد الجول. البحث عن سلمي في القائمة الثانية، دراوي يدخل، دراوي مازال يرفع الكرة في القائمة الثانية بعيدة يا دراوي. دراوي اوبا برايعة دراوي، رجعت الكرة مرة ثانية سلمي، اوبا با 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 جول في منتهى الروعة. يا سلام، حسين سلمي ينقذ الشباب ويسجل الثالث، ولا أروع هذا الجول. شباب ناحية توفيق ناحية توفيق في القائمة الثانية عريبي، وبكير على الجهة اليسرى نسخ، والتوزيع والدفاع يخرجها، رجع مرزوقي، كرة لمرزوقي، مرزوقي الرابع جول. يجب أن يسجل هذا المجنون، مرزوقي يسجل الرابع في الوقت بدل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لاباس عليكم، بخير مزيانين، كيف الأحوال؟ نتمنى تكونوا